السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه مني دودو. عملنا تورتايه، انما ايه، حكايه سهله قوي وبسيطه خالص، ومكوناتها اي حد يقدر يعملها، حتى لو اول مره يعمل تورته او مبتدئ فيها. تورته ريد فيلفت سهله جدا جدا جدا، وهتعجبكم قوي وهتعجب اولادكم، ومش مكلفه خالص. يمكن ب50 جنيه تقدري تعملي تورتايه زي دي وتفرحي بيها ايه كل حبايبك. وكمان الحشوه بتاعتها مميزه جدا، لان حطينا فيها جبنه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل تورتايه جامده جدا، تورته ريد فيلفت. سهله قوي، مكوناتها وبسيطه جدا جدا جدا، وهتديكي نتيجه هايله قوي. معايا نص كيلو ريد فيلفت، ده بيجي من عند مستلزمات الحلواني، بيكون بالشكل ده، في الفانيليا والبيكنج باودر والسكر وكل حاجه. وهنحتاج له 4 بيضات، وهنحتاج 220 جرام زبادي، وهنحتاج 100 مللي زيت او نص كوبايه زيت. الزبادي ده ممكن تعوضيه باللبن الرايب، 220 برده جرام، ما ينفعش باللبن العادي. زي ما قلت لكم الدقيق ده معايا جاهز، فبيسهل عليا العمليه. بحط كل المكونات على بعض واخلطهم، مش هعمل اكتر من كده. هنحط بقى الزبادي على الزيت. حطيت الزبادي على الزيت على البيض، وهنزل النص كيلو دقيق ريد فيلفت. طبعا البوله دي صغيره، فانا هنقله في حاجه كبيره. دي بقى في بوله كبيره، عشان دي صغيره اعرف اخلط براحتي فيها. هقلبهم بس كده عشان الدقيق ما يطرش ويبهدل حواليا. انا شغلت الفرن على 180 عشان الكيكه لازم تخش على فرن سخن. هضربها بقى كويس وارجع لكم. اهي ضربتها لما بقت بالشكل ده، حوالي 5 دقايق مش اكتر. حته زبده بقى معايا، هدعك بيها جناب الصينيه اللي انا هحط فيها، وهبطنها من تحت بورقة زبدة. اهي بالشكل ده معايا ورقة زبدة، قصيتها على قد القاع بتاع الصينية اهي كده. هنزل بقى فيها الخليط بتاعي اهي، فضيتها في الصينية. نخبط الصينية كده كام خبطة عشان تطلع الهواء من جوه. الصينية دي مقاس 26. سخنت الفرن زي ما قلت لكم على 180. الفرن هيشتغل من تحت بس، ما نولعلهاش الشواية. هتاخد تقريبا ساعة الا ربع ساعة حسب الفرن عندكم. من اول ساعة الا ربع هبص عليها. الكيكة دي ما بتعلاش زي الكيكة الاسفنجية او الاسبونج كيك، هي بتفضل يعني بتعلى بس مش قوي، عشان الخليط بتاعها هو كده. اهي الكيكة بعد ما خلصت بقالها تقريبا ساعة الا ربع. طبعا اختبرتها بالخلة اهي، مفيهاش اي عجين اهي كده، استوت. هسيبها بقى لما تهدى خالص هغطيها، ما ينفعش نشتغل فيها دلوقتي، تبرد خالص خالص وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. هنشيل اول حاجه الجزء الملزق ده، عشان ما بيخليش الكريمه تمسك في التورتيه بشكل ايه كويس. ده كل ده انا هشيله كده، الجزء الملزق بس اللي على الوش. انا كده قشرت الوش بتاعها كلها، هقسمها لطبقتين. لو انت عملتيها في صينيه اصغر من اللي انا عملت فيها هتطلع لك 3 طبقات حلوين. انا عملتها في صينيه 26، ممكن تعمليها في صينيه 22 او 20، هتعمل لك طبقات كتير 3 او 4. لو انت عندك سكينه مشرشره كبيره ممكن تقسمي بيها زي دي، ولو عندك المنشار بتاع تقطيع التورته ممكن تعملي بيه. عن القبه بتاعت الكيكه دي انا هشيلها عشان هستخدمها في التزيين بتاع الريد فيلفت. والكيكه بتاعتي هقسمها لطبقتين، هعلم علامه بالسكينه كده في كل اتجاه، بعد كده اقسمها بالخيط عشان انا ما عنديش المنشار بتاع الكيكه. لو انت عندك هيسهل عليكي طبعا وتقسمي بيه. دخلت الخيط في العلامه اللي انا عملتها، وهشد كده مع بعض الخيط قصاد بعضه كده. هشد الخيط كده عكس بعضه، هلاقيه قسمتها لي ايه بالنص. انا عملتها قبل كده في تورتايه ووريتكم ازاي نقسمها بالخيط اهي. بصوا بقى بالشكل ده، عملتي طبقتين متساويين بالظبط. فاضل الحته دي، هشيل الجزء القبه بتاعت الكيكه. بصوا خفيفه ازاي، ريحتها حلوه كمان.
اهي شلت القبه بقى بتاعت الكيكه دي، انا هخليها عشان هستخدمها في التزيين بتاع الكيكه من بره. بصوا بقى الكيك اللي بقي اللي انا قلت لكم هفرفته عشان ازين بيه التورته اهو. جبت مصفى سلك اخرامها ضيقه بس مش قوي، واهو فتفته كده بقى عامل زي الرمل كده اهو. هكمل بقى دول عشان ده اللي هعمل بيه التورته من الوش. هنا هجهز الكريمه اللي هحشي بيها تورته الريد فيلفت. طبعا عشان ريد فيلفت لازم تتحشي حشوه جبنه. هنا عندي 12 مكعب جبنه، اي جبنه بقى كريمه عندك تحطيها. وحطيت عليه كوبايه كريم شانتيه كبيره، وادي معلقه سكر كبير، سكر بودره، واحط عليها كوبايه لبن كبير، لبن متلج طبعا او ساقع قوي، ممكن ميه ساقعه برضو. هقلبهم كده شويه بس عشان ما يطروش في وشي. كده كريمه جاهزه معايا. ادي بقى الطبقتين بتاعتي اهي جاهزين، وادي الكريمه اهي بصوا جاهزه 100 100. عندي هنا ميه بسكر هسقي بيها الكيك. هو الكيك مش بيحتاج يتسقي بتاع الريد فيلفت عشان بيكون طري وحلو، يعني غني كده بالزبادي اللي احنا حطيناه فيه، بس انا بحب اسقي الكيك بتاعي بيديله طعم احلى. مش حابين تسقوه براحتكم، ممكن تسقوه شربات خفيف يعني كوبايه ميه ونص كوبايه سكر على النار، وما يغلي نقطتين ليمون، بعد ما يبرد نسقي بيه. ممكن تسقوا كمان مياه غازيه سفن يعني، او اي عصير مثلا اناناس اي عصير. نحط كميه كريمه حلوه كده نسويها. وزعت الكريمه بقى بالشكل ده. عندي هنا صوص كده هحط منه زي صوص الفراوله، ممكن تستغنوا عن الخطوه دي وما تحطوش منه. حط بقى الطبقه الثانيه. سقيت الطبقه الثانيه برضو زي ما انا سقيت الطبقه الاولى، هوزع برضو عليها الكريمه. هغطيها بقى كلها من على فوق ومن على الجناب بالكريمه دي. مش لازم نسويها كويس قوي يعني، عشان احنا هنغطيها كده كده بالفتافيت بتاعه الكيك. هو الريد فيلفت ليه شكل معين بيكون موجود عليه، حتى لو رحت تشتري التورته بتاعته او الجاتوه من محلات هتلاقي اكتريه الاشكال يعني محدوده بتاعته. هعمل بالجناب، هغطيها كلها بالكريمه وارجع لكم. هي بقى بالشكل ده. طبعا انا زي ما قلت لكم ما اهتمتش قوي ان انا اظبطها عادي، لان انا كده كده هغلفها كلها بدي. تمام. غطيتها من فوق بقى، هاجي على الجناب هعملها برضو نفس الشكل اهي بخفه خالص كده، هضغط بايدي بالراحه عشان ما بوظش الكريمه. دي شكل التورتيه بتاعتي بعد ما غلفتها بالكيكه اللي انا فتفتها زي ما وريتها لكم اهي. شكلها كده حلو قوي وجميله، هي بتكون تزيينها بسيط خالص واي حد جديد في التورت ممكن يعملها بسهوله. نعمل بقى وردات عليها من بره كده اي شكل ان انتوا حابينها، ممكن تخلوها كده ممكن تعملوا عليها اي حاجه تانية. انا عملت وردات بقى من الكريمه، واحط عليها اي حاجه بقى، عندك كريزه عندك فراوليه ممكن تحطيها كده الشكل اللي انت حباه، مش شرط يكون اوفر قوي يعني ممكن يبقى بسيط، هيخلي برضو اي حاجه هتعمليها هتدي منظر للتورتيه هتخليها جميله. كده التورتيه عندي جاهزه، سهله قوي وسريعه وبسيطه. اعملوها بقى وفرحوا بيها حبايبكم، اعملوها بقى في عيد ميلاد في خطوبه في جواز، تمشي في اي حاجه. ممكن تعملوها في عيد الام برضو، نقطعها بقى مع بعض. شفتوا بقى الجمال؟ ادي الطبقات بتاعتها اهي، مع اني عاملاها طبقتين بس شكلها حلو قوي، شيك قوي في المناسبات. تعملوها بقى في عيد ميلاد في عيد جواز يعني براحتكم. كل سنة وانتو طيبين، وكل مواليد شهر اغسطس طيبين. في ناس حبايبي كتير قوي في شهر اغسطس، بهدلهم التورتية دي واقول لهم كل سنة وانتو طيبين وعقبال 100 سنة.
جربوا بقى التورتية دي هتعجبكم جدا، سهلة وبسيطة، مخدتش تكاليف كتير. لو اشتريتوها من بره والله هتتكلف اكتر من كده بكتير، كده انضف واحلى. هستناكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا، لو اول مره برضو تشوفوا قناتي اشتركوا وسيبوا لي تعليق حلو.